أعظم مقولة خاطئة: عامل الناس كما يعاملونك. لأننا نلتقي من الناس من فيهم الكاذب والخائن والمخادع، فلو عاملت كل إنسان بما فيه من صفته لاجتمع فيك ما تفرق فيهم، فتصبح أحط الناس في الدنيا. لذلك عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فوسات فام بوزيتيف. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا رب. في هذا الفيديو، الفيديو تاع اليوم راح تكون اون طارت و ديسير في نفس الوقت بدون فرن، ونديروها على الواقف. بنتها بنا رائعه. تابعوا معايا الفيديو للاخير، ان شاء الله يا ربي برك يعجب. الكيكة تاعنا نهار اليوم كانت بطبقتين، الطبقة الأولى هي ذوق الشوكولا، وبها نحافظ على نفس الذوق تاع الشوكولا والكاكاو، البسكوي ولا البيمو اللي استعملته بذوق الكاكاو، من الأفضل يكون بذوق الكاكاو، إذا ما كانش عندك ديري ذوق تاع اللافاني. ثانيا البسكوي اللي استعملته بذوق لافاني، ولا نجمو نستعملو هذاك البسكوي تاع البوتي بوغ ولا اي بسكوي كان متوفر عندك. ثانيا البسكوي ما بللتوش، يعني مباشره درتو فوق الطبقه الاولى وفرغت عليه فلون كان سخون. الطبقة الثانية كما راكي تشوفي معايا خيرت ذوق الكراميل، تقدري ديري ذوق لافانين، اي ذوق تفضليه، وكذلك تقدري تعكسي ما بين الطبقات، يعني اللي بديت بها انا الكراميل ديريها انتيا الاولى، وديري العكس الشوكولا هي الطبقة الثانية، هي الطبقة اللي تجي من فوق. Thank you.
في الأخير هذه النتيجة تاعنا للكيكة النهار اليوم بدور فرن مقادير اقتصادية لترة حليب وانتي فريتيها، يعني سهلة ما كاش أسهل منها. ودايما أكد على المذاق والبنة، في الأخير جات بنتها بنة ومذاقها رائع، يعني جربوها وتردوا لي الخبر. نتمنى يا رب يكون عجبكم محتوى الفيديو تاع اليوم. إذا عجبكم ما تنساوش تشتركوا في القناة، تخلونا جام وتخلونا أجمل بصمة من عندكم يا رب. واللي راهي جربت هذا النوع تاع الكيكة مقبل تخلينا كومنتر وتقولنا شو هما الأذواق اللي استعملتهم في الكيكة، لربما نجربهم في فيديو قادم. في الأخير أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، تهلوا في روحكم في الناس اللي تحبوهم. السلام عليكم.